هلق ترامب زلمة يعني صارم كثير، بين علي بده يبهدلنا كلياتنا. هلق فوز ترامب يعني ما رح يختلف شيء على اللي قبله، لأنهم كلهم نفس بعضهم، والمين من فاز يعني نفس الشيء. ترامب شخصية مجنونة، وهذا العالم مجنون. بالنسبة للحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فنحن يعني أنا بالنسبة لي كرأي شخصي بتوقع أن فوز ترامب شيء منيح. أنا كرئيس كان قبل تصريحاته واضحة، عنده حقد لحدا حكى، عنده كره لحدا حكى، يعني شخص عم يحكي اللي في قلبه. وأهم شيء، أهم شيء خلصنا من أوباما، شخصية مترددة جدا جدا، بياخذ قرارات في الليل بيلغيها الصبح، بياخذ قرارات الصبح بيلغيها في آخر الليل. في فوز ترامب اليوم ما رح يتغير شيء أبدا من الناحية الدولية، ولكن احتمال يتغير على الناحية على ناحية نحن سوريا. نحن بس ندعي رب العالمين انه يتغير الوضع لأحسن، انه نشوف على هذا الرجل تغييرات جديدة. ندعي لرب العالمين، بس كلنا نفس بعضهم انا هيك في رأيي، وبدي يخرب الدنيا بين علي يعني، وانا حاسس انه بنتبهدل من ورا. ترامب won the match. نسائم سوريا.